مبسوط للفرح، اللحن براسي مطوشني فيت للفرح، اه ولك هل اني ما بعرف. روح للاخر. مزبوط مزبوط مزبوط. انت شو عم تعمل لي؟ عم تفرجيني انه انا عم ارقص انا مبسوط، وانا مبسوط عم غني، كله عم تفرجيني عم تفرجيني. منك عم تغني لانك مبسوط ورحت للاخر، ومنك عم ترقص من الفرح. روح للاخر برقصتك، كان ممكن يكون في اشياء ممتعه تانية. فهمت كيف علي؟ وين ترى انت؟ بوشي بالبيت. بالبيت اوكي. بعدين ممنوع نتطلع بالساعه، كمان الجمهور منه غبي تيعرف اذا ناطر. الانسان بيعيش مع الوقت مش من الساعه. جربوا شي يوم عيشوا مع الوقت، مع الوقت بلا ساعه. انا ما بحمل ساعه الا بس اجي لهون. فهمتوا؟ بعيش مع الوقت بلا ساعه، لانه بصير تعمل مرجعة انه انا هلني تركت خلصت حصتي بالجامعة هالقد، هاي اول حصة خلصت يعني 11:30، معناتها هلقني معي ساعة ونص كذا. بتعيش مع الوقت. ناطرة عندك انتو، ناطرة ناطر، انا بالبيت ناطر دعسة الاسانسور، فتحة باب الاسانسور، ممكن زمور سيارة عم استوعب، ممكن رن التليفون فتحته طلع مش هي. عايش بالمكان كله مسكون فيها. مزبوط. ما حدا بينطر على الساعه. اذا كنت ناطر فعلا ما بتكون ناطر على الساعه، بتكون ايه ناطر مثلا اللي فتح باب الاسانسور ركضت طلعت مش هي. هيدي جربتها فكره تاخير مع كلب. بقولك ايه تاخير تاخير، تركني التاخير. بمجرد انك ناطر وصار في تاخير معناتها هيك. فهمت؟ ما تركني على التأخير. بتلعبوا بلا ساعة. الساعة ما بتعني التأخير، مين قال لك؟ ممكن تعني النطرة. ما تفسر، ما تعمل شيء ليفهم الجمهور. وهيدي شفتوا لكم شي فيلم أمريكاني واحد ناطر أو تأخر بيطلع بالساعة؟ ما بيطلع بالساعة، لأنه المخرج بباليك هو بفرجيك الساعة، بيعمل كادر على الساعة، هو بفرجيك عقرب الساعة بالكادر. بلا ما انت تطلع. بهمني انا حياة الانسانية، موقفك الانساني. فهموا شوي. الفنان في الفن محوره مين؟ شو محور الفن؟ مين محور الفن؟ مين محور الفن؟ مين؟ الانسان. علي صوتك. مين؟ الانسان. الانسان هو محور الفن. عم تصعب علي؟ هلاني محلك غيره. طلع يا بدرية. عايزين حدا شيء هيدي؟ اذا نسيت هون قولوا لي اياها. مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق، مستنياك تعبت تعب من الأشواق، مستنياك وانا دايبة يا عيني بالفراق. راح وقفك، بدي وقفك. شو عم تعملي؟ ناطرة مين؟ ناطرة زوجي. جوزك؟ ما عندي مشكلة. جوزك بيشرب ثلاث اناني؟ لا لا اثنين. انا رح رجحهم يعني هذه. اوكي روق شوي. جوزك باي مناسبه ناطرتيه؟ عيد زواجك. عيد زواجك، برافو علي. اوكي اوكي انا عم استفزك عم اسالك، خليكم معي. عيد زواجك عم تهيئي له الطاوله، عملتي له سيربريز مفاجاه. انا بنصحك كمان اعمل له معروف كثير روحه ورجعه وتغنوا على الطريق كمان، هيدا بيروح. ما تحرك كثير. الرقص الوحيد اللي فيك تتحرك فيه وترقص هو وقت بتكون عم ترقص اجنبي او عم ترقص. فهمتوا كيف؟ ما تتحرك كتير، بدك تعرف، بدك تحط في منهم حتى مجهود جسدي راح صوته. بدل ما راح فوت بالتفاصيل، هي تفصيل تاني. بعدين شفتي مفتوحة قنينة البيبسي، انا ما فيك تقولي للجمهور ما شافوا هيدي. شو هاي؟ ايه مفتوحة وتركتيها. لا انا قلت ما تقولي شيء. اسمعي
اسمعي ما مش عم فوت بنقاش معكم، عم بعمل ملاحظة بطريقة ملطفة، مش عم أمر، بس فيني أقول لك كنت إنه غلط تركيا، لأنه أي شيء موجود على المسرح ما استعمل يلفت نظر الجمهور بصير الجمهور ناطر أنت راح تستعمله. كم بالحري عم تحطي له طاولة في ثلاث أنين زيادة وفي مفتوحة بيبسي، شو كيف بدك تقنعي الجمهور؟ منو غبي، ما تبرري ترجعي، ممنوع لهذا فيك ترندحي بالعطريق، ترنحي يعني دندني دندني انت وجاي على الحركه، بس اون فوا تو لا تو بو. بعدين بدي اعرف ليه عم تغني، شو بعدين بدي اعرف اهميه هالطاوله لإلك، اهميه هاللقاء انت وهيك، انت عم تغني لتفاجئي بالغنيه او عم تغني من فرحتك عم تعبري؟ هالغنية شو وظيفتها؟ انتبهوا، أنا هلا عم أطلب الأشياء، بس أنا يمكن أطلب منكم إلكم بدي الغنية يكون إلى دور فاعل ومبرر بالمشهد، مش هيك ملزقة تلزيق. عم تصعب علي؟ فهمتوا؟ يلا بعد مرة اعطيني هاي الورقة لإلي، بلش من هون بس حتى رجع هدول فيك تنط في ال غلط. تعال هون، لا تعال بسرعة. ليش بقول ما تشارعوا؟ مش لأني استبدادي، بس تخليكم تفكروا. أنا عرفت ليش بدي أقول لك إياها، أنت عم تنط في الطاولة لتبلش المشهد، ما هيك؟ هيدا غلط. ماذا يمنع إنه تكوني فاتي والبيت الطاولة مخربطة وحطها بالمشهد؟ يعني أحيانا أنا أقول لو ندفي عاملين مسرح شباب وقت الفاتو كانوا ممكن تغيير الديكور يفوتوا بمشهد اللي بعده. يعني ما بعرف مين إجا لبك هيدا تيرجع يعمل الطاولة. كان في مشهد بالإيفال إنه كمان عم يا خي فتت أنا وبلشت. خلي ما يعرفش الإيفال هذا اللي نحن الجوري إذا بلشت ما لا عم نظف، يعني فوت المكان، فوت مكان قبلي، فوتته بمشهدي. بمعنى آخر هلأ محطوطي هيدي كان فيك تفوتيها بالمشهد، تركيهم وفوتيهم بالمشهد. ما أنت شو عم تحضري الطاولة؟ بس بحضرها بس ما دخيل اسمك يا رب، شو بدي أعمل أنا؟ مين استوعب شو عم قول؟ شو عم قول؟ استوعب مثلا لو المشهد اللي قبلي كان مستعمل الطاولة أنا مش شرط أني أفوت يعني خرب الطاولة وأرد أطلع مرة ثانية وأرد تأرجع أرتبها. أيوة. فوتها بعد من البداية، ما أنت هلني المشهد أنه أنت بدك تزبط الطاولة. مش أنه بروح شيلهم وأرجع زبطهم، ما عم أعمل إيه عم أعمل فعل دوبل. شو بيمنع أنك جاي وجيبتي له زهور وجاي وجيبتي له اللي بدك إياه؟ خلص ما راح ارجع عيد عن جديد تحطيهم وترجع تفوتي فيهم. فهمتي؟ بفترض انه كنت بالحمام يا اختي، بفترض انه رحت زبطت شعرك ورحت عم تتنقوز من الشباك اذا كان هو موجود ووصل وراح يوصل يا ملاء. عم تصعبوا دائما في ما قبل الفعل، في الفعل وما بعده، انتوا دائما بتنسوا ما قبله. عم تصعبوا اليوم عملوا كثير تمثيل، مش عاملوا شو صف، بكره بعملوا شو. ارجع من يلا ارجعي. هو متعه اذا واحد بيمثل وبيغني، متعه التمثيل. لك قديش في خيال اكيد اكشن. غلط، مين بيعرف يقول لي الغلط؟ ضروري عملت حالها عم بتشم، ما شمت، شمي ريحتها المكربه هيدي وتعاطي معها على اساس ريحه بتاخذ العقل. احيانا ممكن تمثلي على المسرح عم تجي عم تشمي للممثل بتكون ريحته عرق بتقتل، وبالمشهد بدك تقولي انه كون يا لطيف شو ريحتك حلوه، شو بتعملي؟ شمي، شو عملت لي هي؟ عملت لي هيك مثلت لي، شمي خدي كونكريت مون بالتحديد.